صدر الدجاج. يا مي يا سلمى. على طول بدنا نشوي. طبعا طريقة طبخه في عدة شغلات. المقلاة الهوائية 100%، تمام، حطوا لكم اياها 10 دقائق على حرارة 180 100%. في القلي السطحي زي ما بسوي انا هون عندي، تمام، ايوه. وكمان حبايبنا بالفرن بصير كمان على الشبك تشووه على الفحم بهالحوش. اها، تطلعوا رحلة. ابهارها هي ابهارها تبلة جاهزة، ولا تحطوا عليها شيء حبايبي، ولا تحطوا عليها شيء نهائيا. لكن انا طبعا شويت كمية، هي جاهزة هون. والان بدنا نعملنا صلصة لطيفة، صلصة تلبق مع الدجاج. ما هو احنا هذا اللي بنستناه منك دائما يا ابو عون سرى. بسم الله. اللي هي هاي الشغلات اللي تعرفنا كيف المنتج نلعب فيه اكثر، نرفعه لليفل عالي 100%. هاي الزبده هون بنضيفها الان. في هالمرحله بدي اضيف الثوم. الثوم بده ينطبخ الان، يطبخ مع الزبده. ولا اروع منك تطبخ ابو طه ثوم مع زبده. صدر الدجاج انشوى اكيد من نبيل اللي ما له بديل، والثوم عندي صار لونه جولدن. بنزل بايش ابو طه؟ روح يا بابا روح، كريمه يا عيني. تعال تعال يلا يلا يا بزهر، كمل كمل، يلا يلا تعال. ها ليمون يا عيني، خلي خلي يعني. شومر الله شومر. يعني اتوقع الشاشه شمينا ريحه الـ 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 المكونات. والله الصيام ان اقسم بالله بجوز شميت ريحه المكونات. وصلنا لهي المرحله روعه. بدي اغلبك شويه ميه من عندك، شويه صغيره تمشي. يعني هذا الصوص صوص بليق في منتج زي منتجات نبيل. صدر الدجاج يعني من اطيب الصلصات اللي ممكن. بس ابو طه طبعا برش الليمون، الشومر راح يزيد نكهه يا الله لها الطبق. ريحه الشومر، الشومر وبرش الليمون راح يعني يودي الطبق لليفل اخر. جرب يا خالي. يا سلام يا سلام. صدر الدجاج بالفلفل والليمون من نبيل بصلصة الكريمة بالليمون. بدنا كيس صدر دجاج أكيد بالفلفل والليمون من نبيل. بدنا زيت وزبدة، ثوم مفروم، مرق دجاج، وكوبين من الكريمة. بدنا عصير ليمون، برش ليمون، بقدونس، وبدنا شومر مفروم، ملح، وفلفل أسود.